السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تعلمنا تنصيب الماي اس كيو ال على الويندوز، ممكن تنصيبها ايضا على اللينكس. في اللينكس تحتاج انه تذهب لموقع ماي اس كيو ال، mysql.com. ممكن نرجع مرة اخرى، لاحظ تكتب ماي اس كيو ال، تذهب لماي اس كيو ال داونلود. في الداونلود تذهب لاخر شيء اللي هو كوميونيتي اديشن. في الكوميونيتي اديشن تنزل للاسفل، لا اول واحد MySQL Community Server، تنزل للاسفل تلاحظ انه هو قام باختيار جينيريك لينكس. احنا في عندنا شيء اسمه فيدورا لجماعه ديبيان، موجود عندك اوبنتو، وفي عندنا فيدورا ريد هات. ريد هات هو نفسها سنتوس، ممكن تنزلها، وفي عندك ايضا نسخه اوراكل لينكس اللي هي ايضا مشتقه من ريد هات، فكلهم نفس المعماريه يعني نفس التنصيب. تنزل هنا، في عندك ايضا سبورت لليوم. لاحظ هنا بيقول لك ان انا ايضا دا ادعم اليوم، فممكن انه انت تجي هنا تشوف الريبوسيتوري او تحملها. يعني مثلا الان انت عندك فور اكزامبل، انا حملت هذا، اتصور له اول واحد كان اي ثينك الار بي ام فيرجن. هنا ممكن تحدد في دوره اول او مثلا في دوره 24 64 بت. انا استخدم ال 24 حقيقه، 64 بت. اجيت اختاريت هذا ار بي ام باكج ثاني واحد 134 وقلت له داونلود. في عندك ايضا هنا داونلود عن طريق اليوم، اتصور يوم باكج، اوكي هذا ار بي ام، اوكي يوم باكج. anyway فتختار الداونلود، نفس الحاله بياخذك لمرحله الداونلود وبيسالك يقول لك هل انت تريد تحملها ك لوجن او هذا، تقول لا ثانك يو بس وديني للداونلود، ما محتاج من عندك اي شيء يا اخي. بعد ذلك تعمل له سيف. بعد ما تعمل له سيف حيكون انت عندك في الداونلود موجود، يبقى عليك انه انت تفتح التيرمينال. في التيرمينال ممكن طبعا تضيفه على شكل ايضا لوكالي تعمل له داونلود، بس انا بالنسبه لي لو اجيت على this one، لو اجيت على cd downloads less، الاحظ في عندي نسخه السيرفر، اوكي فاجي اعمل rpm minus U capital VH space وأعمل هذا paste. بعد ذلك أجي أضغط على أتصور ناسين كلمة سودو، بس مو مشكلة، الآن هو ما راح يوافق أصلا على تنصيبه لأن راح يطلب من عندنا أنه يكون سودو. فهنا أجي أكتب سودو وأعمل enter. أوكي so سودو نقطتين علامة يعني علامتين تعجب، تعمل enter وتعمل الباسورد. أوبس this one، خلنا نكتب في البداية السودو. هنا في عندي مجموعة RPMs، في عندي مجموعة RPMs ناقصة. طيب خلينا نشوف RPM ناقصة. هنا عندي this one، هذولا needs من قبل من ال SQL. طيب إذا احنا جينا على موقع ال في عند الديفلوبمنت، هنا اليوم ريبوسايتوري، في اليوم ريبوسايتوري اوكي في عندنا هذا، لاحظ قديش حجمه صغير جدا. في عندنا في دوره 24، خلينا نحمل هذا داونلود بما انه ريبوسايتوري عندي ناقص. anyway هذا نقدر ايضا نحمله، هذا فايل صغير جدا يعني يدوبك 28 كيلو بايت، يعني صغير جدا. هذا طبعا ما تحمل عندي للأسف، فنقدر هنا نجي نعمل clear. خلونا نشوف ال ls، نجي نعيد ال rpm، لكن هذه المرة حتكون بهذا الشكل. this one copy paste. اها هذا اللي هو بيعمل لك update لليوم dot d اللي هو بيعمل لك تحديث المستودع، بيحمل المستودع اللي في داخله. يعني تحتاج انت فقط تكتب هنا clear، تكتب sudo dnf install mysql ناقص community ناقص server، نعمل enter. خلينا نشوف. اوكي
لاحظ بياخذ من الابديت. لاحظ حجم حيحمله هو 242، لكن بعد ما يتنصب بيكون 1.1 جيجا. راح اضغط على واي. راح يبدا بعمل التحميل. طبعا انا عندي الانترنت بطيء جدا، فراح اعمل بوز لحين اكتمال العمليه. وعدنا اليكم من جديد. نلاحظ انه كمل التنصيب، نجح التنصيب كامل. طبعا يبقى مجموعة setups. نعمل clear. بالنسبة للstart MySQL system ctl start MySQL d enter. حيطلب من عندك الباسورد للروت اتصور. خلي نشوف هنا أنا. لا، اذا اليوزر محمد قبله. هذا بيشغل لك الماي اس كيو ال دي. وفي عندك كوماند اخر اللي هو ريستارت، مثلا ممكن ايضا تستخدمه. ريستارت هو اذا كان يشتغل توقفه وتعيد تشغيله، هذا هو ريستارت. وممكن ايضا تستخدمه الان ريستارت، بس هو اصلا الخدمه ما بتشتغل، فعادي انه انت تبدا بستارت. ونفس الوقت في عندنا كوماند اخر ايضا حيفيدنا اللي هو سيستم سي تي ال. لاحظ الان اشتغل الماي اس كيو ال. في عندنا سيستم سي تي ال انيبل. انيبل سيستم سي تي ال انيبل بمعنى انه انت شغل الماي اس كيو ال حتى وان عملت ريستارت، لانه الان احنا عملنا ستارت ماي اس كيو ال. الانيبل يعطي قابليه انه هو حيشتغل حتى بعد عمليه الريستارت. لو حبيت انه انت يشتغل اوتوماتيكيا في كل ريستارت انت بتعملها، اذا الانيبل ينفعك. لكن انا بالنسبه لي بعمل فيها دوره، يعني مش يعني ما بيشغل عليها في شيء يعني، فلذلك ما احتاج انه اعملها انيبل. بس انت لو حبيت انه تفعلها فعلها، لانه اذا لم تعملها انيبل بمعنى في كل مره لما تعمل ريستارت للحاسبه لازم ترجع مره اخرى تعمل ستارت ماي اس كيو ال دي. هذه هي الفكره. بعد ذلك ايش تحتاج؟ تحتاج انه ايش نعملها؟ اتصور هو المفروض انه احنا نعمل فيها باسورد اللي هو شو كان بالله الاسم الباسورد، انا نسيت تقريبا اسم الباسورد. اتصور هو كان USR، يمكن بهيك شكل USR. لا، اول شيء لازم نعمل جنريت للباسورد انا اللي بعرفه. خلي نشوف اذا قلنا grep لماذا لي grep لي temporary اوكي for tailing one. I think راح يطلع لنا ال generated temporary، بس هو يمكن اسمه a temporary password is generated for root at local host على /var/log/mysqld.log .log حيطلع من هذا المسار. ممكن نضيف له بايب نعطي له تخصيص اكثر tail minus one. اوكي، هذا هو الباسورد اللي تم عمله لك. هاي temporary password، هذا اوتوماتيكيا يعملها لك لما يقوم بالتنصيب. هذا نحتاجه لانه احنا نريد لاحظ هذا هو الكود. اوكي، تكتبه يطلع لك الباسورد اللي انت بتحتاجه. ننتقل للمرحله الاخرى اللي هو الانستاليشن سيت اب. نحتاج نقول usr سلاش طبعا سلاش usr سلاش bin سلاش mysql _secure_installation.
حكى برا شوي لأنه ممكن يسألنا أسئلة. أوكي عفوا بهذا الشكل. طيب خلينا نجي نعمل انتر او خلينا نشوف التايم. هذا 4 دقائق مع ذاك طولنا الوقت. هذا راح نعمل الانستاليشن مالته بالدرس القادم.